حاليا راح انتقل لكم الى موضوع اللي هو يهمنا بعد ما قدمت لكم يعني مقدمه سريعه على موضوع الهرم ومميزاته. هنا نجي كيف تم بناء الهرم. الحقيقه تقدمت الكثير من النظريات، غالبيتها ركزت على عمليات رفع هذه الصخور اللي يعني مثلا في حجره الملك يصل الصخره الواحده الى 70-80 طن على هالارتفاع العالي، كيف تم رفعها. قدموا نظريات ضمنها اعتمدوا على عامل بشري انه عن طريق العمال، واستخدموا مثلا نوع من التقنيات بالسحب والرفع، ومثلا نوع من الممرات المائلة لرفع الصخور. الحقيقة هاي كلها أنا من وجهة نظري ما كافية لتفسير هذا البناء، خصوصا أنه هم قاموا بعمل حسابات أنه يحتاجون 20,000 عامل، ولازم يتم رفع ما لا يقل عن 8 صخور في الساعة لمدة 20 سنة. يعني فد نوع من الحسابات بصراحة صعب أنه الإنسان يستوعبها لصعوبتها وعدم واقعيتها. هنا أنا بالنسبة لي تصوري حول الموضوع إنه المصريين القدماء كانوا متقدمين جدا في مجال العلوم، وبشكل خاص في العلوم الكيميائية. هاي طبعا مثبتة، العلماء نفسهم من يحكون على موضوع التحنيط وإمكانياتهم في التحنيط، وعلوم يعني اللي تخص المعادن وغيرها من التقدم، وبشكل خاص مثل ما قلت لكم في مجال الكيمياء. هنا أكو تفسير منطقي وبسيط لهذا الموضوع، إنه كانت عندهم إمكانية تعتمد على نقطتين. النقطة الأولى تفتيت الصخور إلى ما يشبه الباودر، ومن ثم إعادة قولبتها وصبها. هذه التقنيات فعلاً لها أساسات موجودة، يعني إحنا في يومنا هذا يتم استخراج الإسمنت ويستخدم في بناء المنازل وناطحات السحاب وغيره. في زمن الفراعنة يعني ما يشابه هاي التقنية، ولكن تعتمد على تقدمهم في المجال الكيميائي حسب إمكانياتهم في ذلك الوقت، إنه كانت لديهم معدات قادرة على تفتيت الصخر إلى ما يشبه الباودر. بهذه الحالة عمليات نقله راح تكون سهلة، ممكن تقسيمه حتى نقله عن طريق عربات، وهذا يفسر إنه الأحجار الموجودة في الهرم تبعد يعني قسم من المواقع آلاف الكيلومترات تم جلبها منها. ما ممكن نقل الحجر كقطعة كاملة كل المسافة، ولكن إذا تم تحويله إلى ما يشبه الباودر ممكن نقله، أو إلى ما يشبه المسحوق ممكن نقله. وفي مواقع الإنشاء يتم عمليات خلط وصب من قوالب، والصعود على شكل متدرج على شكل طبقات في الهرم لغاية القمة. هذا يعني شيء جانب. الجانب الثاني أنا بصراحة مقتنع كانت عندهم إمكانية إذابة الصخور، وهذا طبعا إلى أدلة كثيرة يعني موجودة في أكثر من معبد في مصر، ما تسمى ظاهرة السلالم الذائبة. هاي راح أعرض لكم صورها. هذه سلالم ذائبة، وهذا مستحيل يعني صخر أن يكون ذائب بدون ما تكون أكو تقنية إذابته، أو نوع من الإمكانية أنه الصخر يتم تعامل وياه عن طريق مواد كيميائية عن طريق الحرارة. خصوصا أكو يعني بالرسوم اللي موجودة ما يدل على أنه كانوا أكو عمال شايلين ما يشبه يعني آنية بها مثلا مادة كيميائية، أكو نوع من التعامل الحراري. هذا كله يدل على هذه الإمكانيات إذابة الصخر. طبعا أكو أحدى المسلات العملاقة، هاي اللي راح أعرض لكم صورها، موجودة في القاعدة مالتها، ومن ضمن عمليات قطعها ما يشبه يسمى يعني بالإنجليزي آيس كريم سكوب، يعني ما يشبه المكانات من نشيل الآيس كريم بخاشوقة. هاي شلون تشكلت؟ هاي ما ممكن تشكل إلا عن طريق إمكانيات تشغيلية عالية، قد تكون إمكانيات ميكانيكية أو مستبعدة هنا كيمياء ميكانيكية، قد تكون كيميائية يعني نوع من السوائل يتم ضخها عن طريق مضخات. وطبعا في هذه المجال المضخات سابقا كانت بها إمكانيات عالية جدا، كانوا متقدمين في مجال المضخات، وهذه قسم من المضخات البسيطة اللي كانت تستخدم لأغراض الري وغيرها، قد يكون تم تطويرها لاستخدامها في بناء الأهرامات. أبو الهول نفسه، أبو الهول، العلماء حاروا في آثار الماء اللي موجود داير مدايرة، وطوا نظريات بضمن هالفيضان العظيم وأنه صار فيضان وهذا نوع من الترسبات، ولكن واقع الحال أنا مقتنع أبو الهول عبارة عن مضخة ماء عملاقة، وهذا ما أشار للعديد من العلماء.
واكو منشآت داخل ابو الهول لغاية الان اتفقوا العلماء ما تمكنوا من الوصول اليها، ليس لسبب الا لصعوبة الدخول اليها. يعني كانوا الفراعنة واحدة من النقاط اللي عندهم موجودة يموهون او يخفون، يعني من يسوون ممر الفد شغلة معينة يغلقوه، او يسوون ممرات خلفية ويخلون الممر الامامي غير قابل للاختراق. فابو الهول هو المضخة المائية اللي كانت تزود موقع الهرم بالماء لهذه الأغراض، يعني لعمليات صب الحجر. الحجر هذا هواية أسهل من يكون عن طريق صب، يعني تم بالبداية تسوية القاعدة، هاي حتى ألخص لكم الخطوات بشكل بسيط حتى نتخيلها. بعدها من بدأوا يبدون قوالب عادية قد تكون خشبية، أو قوالب قد تكون أبسط حتى من الخشبية، قد تكون نوع من البردي أو غيره. يعني هاي التقنيات استخدمت في ذلك الوقت. هنا أحب أشير لكم لا باحث، راح أظهر لكم الحساب لخصه، وهذا الباحث قام وعن طريق مواد بسيطة، يعني استخدم رماد الشجر ونوع من المادة الكيميائية البسيطة اللي هي يسموها glass water، يعني نوع من الماء الزجاجي، وسوى تماثيل اللي يعني حيرت العالم، سواها ولكن بأحجام صغيرة، وحاليا لا زال يسعى ومستمر إلى أنه يثبت نظريته أنه هذه التماثيل كانت تعمل عن طريق قوالب وعن طريق عمليات صب. والنقطة رقم 2 أنه هذا الشخص نفسه نجح في إذابة الصخر ولكن يعني بأحجام صغيرة مو أحجام كبيرة، بس قدر يثبت أنه الحجر ممكن إذابته باستخدام مواد كيميائية، ولا زال هذا الشخص مستمر في بحوثه ومستمر يعني حتى في تواصله مع العلماء حتى يقدر يثبت هاي النظرية. إضافة إلى أن أكو أحد المغامرين في إحدى رحلاته إلى منطقة يعني زار بيها فتح حجر عملاق جدا، الحقيقة هو بحد ذاته لغز، يعني كيف لهكذا حجر عملاق يكون موجود وحده ومثل ما تشوفون صورته، لقى في موقع مقارب نوع من الرقائق الحجرية تم يعني وكأنه تم عملها من الصخر بشكل رقائق رقيقة جدا، مع وجود آثار آلات غريبة اللي هي تمت العملية بها. هذه الرقائق تم ضغطها بأسلوب عجيب وكأنه مكبس مع مادة كيميائية، نوع من المادة اللي رابطة، ولقاها على شكل كتلة. يعني هذا الحقيقة الشخص أشار لهذا الموضوع ويا علق، يعني قال هذه فد نقطة غريبة جدا، انه شنو هذا الحجر، شنو هذه الالواح، شنو هذه الكتلة. هاي كلها تدل انه كانت اكو تقنيات سابقا للتعامل مع الحجارة وتشكيلها عن طريق قولبتها او التعامل الكيميائي لتشكيل اشياء ثانية منها. طبعا هذا كله اذا نضيفه إلى فد نقطة طبعا هنا تعتبر جدا مهمة، هي أحد المواقع في مصر القريبة من الأهرامات لقوا أواني، يعني شكلها هذه أعرض لكم إياها حاليا. هذه الأواني الحقيقة حاروا العلماء شنو، ولكن لو يعني تنظرون عليها نظرة تجردية مبينة مواد كيميائية، مع وجود اتصالات بين هاي الأواني تنفكها لسبب أو لآخر. وهذا الموقع أنا أعتقد هو عبارة عن مركز أبحاث كان متطور، وحتى هذه الأشكال اللي جوها اللي قريبة كانت على هذه عمليات، يعني عبارة عن تجارب تم صب أنواع من الحجر المعقد. شوفوا أشكال الحجر، حتى العلماء حاروا أنه ليش هذه الأحجار مصبوبة هنا، مصبوبة هنا لأن كان تجارب كانوا يجربون هنا، وبعد ذلك يتم نقل التقنية إلى التنفيذ على أرض الواقع مثلا بالأهرامات. هنا أكو فد شغلة ثانية إضافية، أنه لو نشوف السماحات بين الحجارة يعني فد شيء غريب. مع العلم الحضارات القديمة كانت مترابطة ترى، يعني عكس ما يعتقد الكثيرين، والدليل هو وجود الأهرامات في مواقع مختلفة حول العالم، وبنائها كان يتم تقريبا بنفس التقنية. يعني لو نجي نباوع أهرامات في أي مكان بالعالم راح نلاحظ الصخور، يعني من نجي السماحات بين الصخور، يعني على تعبير قسم من العلماء يقول ورقة ما نقدر ندخل بينها. هذه يستحيل تكون إلا عن طريق عمليات صب، وعمليات الصب هذه يعني هنا أنا اسمحوا لي أرجع لكم، بديت بمرحلة القاعدة أنه قلت لكم تهيئة القاعدة، يتم عمل قوالب بسيطة قد تكون أو بيها نوع من التعقيد، مو مشكلة، هاي يتم صب هذا الخليط لتشكيل الصخور، وقد يكون عمليات صب
بين صخرة وصخرة، يعني يتم صب صخرة ويتم ترك فراغ للصخرة الثانية، وبعدين يتم صب الصخرة اللي تليها. بعد ذلك هذه الصخور هي تكون كأنه حواف القالب الجديد للصخور. فمن يتم عمليات الصب ما نحتاج لا أن نخلي مواد بين هاي الصخور، ولا نحتاج أنه تكون أكو عندنا سماحات أصلاً، هي عمليات الصب راح تكون متلاصقة. وهذا اللي موجود من صور حتى الجدران حول العالم، مو بس الهرامات، وهذا يستحيل تحقيقه إذا مو كانت عمليات صب للصخور. وباع الصور والتحكمه، يعني هذه الصور قدامكم ما أعتقد يعني يحتاج لها حتى تفسير. إضافة لأخرى راح أعطيكم فد شغلة ثانية، اللي هي فظاهرة موجودة في العديد من المواقع، اللي هي عمليات الزيادة بالصخور. يعني شوفوا هذه الزيادة بالصخر، هل يعقل أنه تم عملية نحت لكل ما داير مدايرها حتى يبقى هذا الجزء الصغير البارز من هذه الصخرة والمجهول الهوية أو الفانكشن أو شنو العمل مالته، إلا إذا كان هذا عبارة عن زيادة من عملية صب. وهذا اللي موجود، يعني إحنا من نسوي عملية السباكة لغاية اليوم أو عملية صب، المكان اللي يتم صب المادة منه يتم ترك نوع من الزيادة للتحقق أنه القالب ملى بالكامل وصار فل، يعني ما بي فراغات أو ما بي مكانات ما وصلتها المادة. هذا بالضبط، يعني الصخرة جاي يتم صبها يتم ترك نوع من النتوء، وهذا النتوء موجود في العديد من مواقع العالم وفي كل أغلب المكانات اللي تم استخدام الصخور حتى يتم إنشاء نوع من المنشآت. يعني يصعب تخيل كيف تم عملها إلا في حالة كانت عن طريق عمليات الصب الموقعي، وهذه التقنية واردة جدا. وإذا نجي هنا أنه النقطة اللي أغلب العلماء طرحوها أنه هذه الصخور تم نحتها أو تم تشكيلها، من يقول؟ إحنا لغاية الآن ما عندنا تقنية بالعالم عملية صب صخور مقاربة للطبيعة حتى نجي نقارن. يعني أنا هسه من أجي هاي الصخرة أرد أقول هاي طبيعية لو صناعية، من يقول صخرة تم صبها قبل 3800 سنة؟ حتى لو كانت صناعية أنا في يومنا هذا أعتبرها طبيعية، لأنه بحكم عوامل التعرية صارت السطحها وبحكم الزمن المر عليها من أباوحها ما أقدر أفرزنها عن الصخرة الطبيعية. ولهذا لو كانت أكو نوع من التقنية في يومنا هذا واصلين إلى عمليات صب، مو قصدي أنا مادة سمنت ونسويها على شكل، لا، إنه نسوي شيء مقارب للمادة الصخرية الحقيقية. هذه ساعتها أنا أقدر أحكم أقول هاي الصخرة هل هي صناعية لو صخرة طبيعية. ولهذا هذه الصخور قد تكون في غالبيتها صناعية، وهذا لا ينفي استخدامهم لصخور طبيعية. يعني لغاية يومنا هذا ممكن أن يكون تم استخدام صخور صناعية بالإضافة إلى صخور طبيعية، خلط بين الاثنين مع إمكانيات إذابة الصخور طلعت عندنا منشآت مثل الهرم الأكبر. وهذا يفسر الكثير من الأشياء اللي دا نشوفها وما نقدر نعطيها سبب. يعني إذا نجي نفكر برافع أشيل لنا 80 طن على ارتفاع عشرات الأمتار، طبعا في يومنا هذا صعبة هذه، زين وكيف تم رفع هاي الصخور بدون مكانات رفع؟ يعني هذه بصراحة يعني يحتاج الإنسان هم يوقف يمها. يعني أنا ما أجي أقتنع أنه صخرة نشغل لها ترددات صوتية وارتفعت، هذه لغاية يومنا هذا ماكو شيء أصلا مقارب لهذا الموضوع. فما أجي أقدر أعتمد هكذا نظرية أفسر بيها رفع ملايين الصخور على هالارتفاعات وبهالهيئات، صعبة جدا. لازم نروح إلى نظريات منطقية، وهاي النظرية هي الأكثر منطقية. وإذا تراجعون وراح تباعون من جدة وجديد الموضوع بناء الهرم راح تلقوها منطقية جدا، وراح تفسر لكم الكثير. الأمر ببساطة، كانت عندهم نوع من المعامل تحت مستوى الأرض، هذه المعامل تعمل على تفتيت الصخور، وقد يكون هذه المعامل في مواقع ثانية. يعني دا أطرح لكم نوع من التصور، هذا يعني يحتاج له إلى مزيد ومزيد، وقد أطرح لكم عليه فيديوهات إضافية وأجيب لكم أدلة أكثر. موضوع المعامل تكون تحت الأرض حتى ما نحتاج مناقلة، يعني هو الصخر هو مباشرة يتفتت يتم نقله حسب الكميات، يعني عن طريق عربات، عن طريق وسائل نقل، ممكن كونفاير بيلت، ممكن أحزمة ناقلة، يعني رغم أنه هذه بس قد تكون كانت موجودة عندهم بطريقة أو بأخرى.
ساعتها من يوصل هذا الباودر حتى لو تم جلبه من مناطق بعيدة ماكو عندنا مشكلة، يعني إذا تم نقله عن طريق عربات عادي يعني ما في مشكلة. ساعتها يتم عمليات الخلط عن طريق الماء، طبعا مثل ما قلت لكم أنا أتوقع يكون أبو الهول هو المضخة اللي كانت توفر الماء وتضخها بكميات كبيرة، ويتم عمل الخلطات اللي هي من عندها نحصل هذه الصخور، ويتم بالتدريج. وأنا يعني أكو عندي نوع من التصور أنه هذه الأنفاق اللي قلت لكم صغيرة ويعني وأبعادها جدا صغيرة، هذه قد تكون استخدمت لمناقلة هذا النوع من الباودر أو الخلطات، قد يكون باستخدام الهواء المضغوط، يعني الباودر يتم نقله عن طريق الهواء المضغوط في هذه الأنفاق لرفعها لارتفاعات عالية وبعدها يتم عمليات البناء. هذه جدا واردة، خصوصا هنا اكو فد نقطة مهمة، احنا الهرم لغاية الان لم يتم اكتشافه بالكامل، يعني البعثة اكو بعثة قبل تقريبا سنتين راحت قامت بعمليات فحص باجهزة متقدمة جدا عن طريق اجهزة مقاطعة للذبذبات وللاشعاعات خاصة استخدمت تقنية الرادار بها، لقوا اكو مكانات لغاية الان ما تم الوصول اليها، مهولة يعني أبعادها بحدود 50 متر واحد من هذه الفراغات اللي لقوها. هذا شلون تحقق إذا معمليات صب موقعي موجودة للصخر؟ يعني يستحيل أنه كل هذه الإمكانيات نسوي هيك أبعاد وهيك غرف وهيك قاعات بمجرد ترتيب أحجار أو بمجرد رفع أحجار، بغض النظر أنه صعوبة رفع هذه الأحجار. هذه المكانات أو الغرف إذا ما تم الوصول إلها وعرفنا ما موجود بيها والغاية من عدها وسماتها الهندسية، يصعب جداً أنه نحكم الهرم بالضبط شنو اللي يحوي وشنو اللي صار بي. طبعاً هذا كله على مبدأ أنا أعتقد هو مهم جداً، الغرفة اللي حكيت لكم عليها اللي صايرة بالصخر في قاعدة الهرم يعني جوا مستوى الهرم، هذه كانت عبارة عن عمليات حفر قد تكون أنا هذا يعني تصوري، قد تكون لغرض الحصول على باودر الصخر لغرض بناء الهرم الأكبر، وفشلت عندهم هذه الطريقة، يعني ما قدروا يحصلون المواد الصخرية من القاعدة، لأنه أعتقد الهرم كان مخطط إلى أن يبنى قد يكون بشكل قاعة عملاقة يعني من الداخل يكون مجوف، واستخدام الهرم ليس كمقبرة، يعني هاي الموضوع المقبرة الحقيقة أكو عليه هواي نقاط، أكو ناس لا زالت الآن تحكي على موضوع بناء الهرم، يعني من تبني مقبرة بهذا الحجم المهول على مود يندفن بيها ملك وتسخر كل هالطاقات مو سهلة أنه تستوعبها، هذه لازم يكون لها نوع من الدافع أكبر من هذا. قد يكون هذا الهرم عبارة عن رادار كوني، خصوصا لو تشوفون الهرم وما داير مدايرة، هذا قد يكون أساس لاستقبال إشارات فضائية، هاي ما ندري بيها، كانت عندهم يعني حضارة متقدمة جدا قد تفوق حضارتنا، وقد يكون يعني وفقا لبعض النظريات قد يكون عندهم تواصل مع عوالم أخرى. هذا كله يجعل الحضارة الفرعونية بيها الغاز وتقنيات يصعب تخيلها ويصعب تصورها، وهذه الغرفة الصخرية أنا بتقدير الشخصي كانت عمليات للشيء الأصلي أنه رادوا يحصلون الصخر بتقنيات إذابة الصخور وصب الصخور، رادوا يحصلون قد يكون الصخر من هذه بحيث تكون عمليات البناء مسرعة، وبناء الهرم قد يكون مجوف مو شرط يكون عبارة عن يعني كتلة من الحجارة بهذه الأعداد المهولة. ورغم فشلهم قد يكون في هذا التوجه، حافظوا انه اكو فراغات، يعني احنا لغايه الان الهرم لنعتبره يعني متكامل كل احجار، ولكن قد يكون بالكثير من الفراغات وهذا ما قد يكشف عنه في المستقبل. ولهذا عندما فشلت هاي الغرفه الصخريه اللي في الاعماق تم التوجه الى استخدام الاسلوب اللي شرحت لكم اياه اللي هو عمليات تفتيت واذابه الصخور على مود يقدرون يعني يطورون يبنون الهرم بالشكل اللي خرج به. وهي طبعا حال المشاريع، انت ما تقدر تبني المشروع 100% بتصورك، اذا صارت عندك مشاكل قد تضطر تغير
في هذا. الحقيقة يعني لهنا أنا طرحت أغلب العدي، راح أتابع تعليقاتكم، وأتمنى عليكم إذا تشتركون بالقناة وتفعلون جرس التنبيهات حتى توصلكم الفيديوهات أول بأول، وراح أحاول أطرح فيديو تكميلي أشرح به بعمق أكثر، حاول أوضح أسئلتكم والأشياء اللي تردون تطرحوها. وفي الختام أشكركم جزيل الشكر وفي أمان الله.